بس صبر راح في يوتيوب لو تبي تشوف راح هاي الحمود انا الحين هاي شاخص السيارة الحمود ابي الحين حال ابي شيء نلعب فيه في جميع الامور يعني. اي عليك بيبقى يعني خرده 300,000 زين يعني. ايه زين لحظة شوي بس خلي اطرش حق العمري اللينك مال اليوتيوب مهم قال اصور انا احسن زعل شنو بدش الحين اي مهمه شنو السكيل درافت ستريت ريسينج درافت و دراج ريسينج عبد الله العيسى تبين ليش اخر مهمة الحمد اللي هي سويتها ولا ذي اخر مهمة اللي هي الهارلم هارلم ايست هاي انت حمد ليش على الستريت ريسنج اخر واحد هارلم ايست سوينا ما سوينا مو مكفو لا لا شو قصدك هارلم ويست اي خلينا نسويها كم اي واحدة؟ اي 90,000 A quick reminder for each event there's a recommended level. لا 84,000 يطلع لي انا مو 90,000 Sure you can choose to ignore the recommendation because you're اي اوف اوف هذه 84,000 تشتري فيها الله ايه بلا عليهم One.
انا بعرف شغلة واحدة. وتوصل لنا الأمانة. حياك الله يا شيخ الريايل. أنا كني بحط اليوم. بس كلها الأخيرة أنا أطلع كلها الأخيرة. مبات ما أدري شلون محافظها. والله العظيم ان هاللعبة يعني شو اقول عنها، شو اقول والله شو اقول، اخاف اغلط وابتلش على الناس الدوم السيدت بتطول. لا بس سيارة قاعد تأذي يعني دعمي واحدة كذي خرب جوك خرب وناسك. عشان تبلوشي يلا الحمد. تقول الحين اخذها ولا لا سيارة؟ يا سلام يا سلام يا سلام، هاي المعدات العادلة. قال اللقم فيه تلقم الحين بس ما قلنا الجليل. كم السرعة مالتك؟ ها زين والله باور. ممتاز. مال ستريت يعني اذا باخذ لي مال ستريت شاخذ اخذ لي شنو اظن مال ستريت الحمل. ايه انت الحين قاعد نلعب ستريت لا؟ يعني ما اذا اخذت ديك سيارة ما راح اقدر اخذها لا؟
متأكدا؟ اتش كيو اتش كيو شنو ذي؟ لحظة شوف. لا لا بس وين تطلع هي هذه الكلمة؟ مكتوب اي تي سي. اوكي الأصفر شنو؟ اس ار هذه اتش ار اتش سي دي هاي اتش سي بعد اس ار. اوه على هالسيارة ما بناخذها شكلنا. هذا يصير نلعب فيه في الستيت ريسينج. الاتش سي وشنو؟ والتي سي مفتوح لي عندنا. لا حول الله مخوش خاب. لا احنا نبي سيارة حق الاس تي وسيارة حق او الاس ار اقصد وحق هاي التي سي. المهم نربحها متى؟ متى بنربحها؟ ها؟ زيت ما حصلت شيء. ايش اخذ؟ احنا ازي شيء شنو ناخذ؟ ازي شيء يعني شنو نختار؟ والله ما اعرف شو اخذ دير راسي. تي سي بعد دي هذي اس ار ستريت ريسنج اللي نلعبها دايما. دي اف زين ايش تبي الحين نشوف؟ لا شوف الفورد يعني مو ذاك الزود.
هذه سيارة زينة لمرسيدس، ايش رايك فيها؟ بس قيمتها 500 ما تصلح. لا لا لا، سرعتها 209 و... لا لا لا، وين موجودين؟ موجودين. اسأل شفت السرعة لك عليها 450، شو اخذ؟ ما تصلح، حرام يعني اخسر شيء على الفاضي. عندك هذه C197 اللي هي SLC مر SLS AMG 2010 رصاصية، هي قبل الأخيرة. ايه ايه انا الحين ابي اخذ مال البرو، باخذ ذي مال ال اس ار. استغفر الله، نيسان على نيسان كل انا قلت الحمد. الحمد تذكر السيارة دي؟ وين هي؟ جي تي ار اللي قلت لي عنها، طريتهم. ما ينفع، لازم البنتلي. البنتلي اقعد شوف البنتلي ذي، ايش رايك فيه؟ لا تي سي، الله يلوعك بجها. واستون مارتن كم؟ واستون مارتن ابي شيء يعني رخيص قوي. في امل نلاقي الكورة. لا الحمد، لازم نلاقي حل. ما ادري والله، ان انا الحين ابي سيارتين، لان ذيج هاي ناوي عليها، ولا تبين ندش كلها برو؟ مشكلة. جاكوار، جاك الجاكوار اتش سي. اقعد، ايش رايك بالجاكوار؟ قول لي الزرقاء وين، ايش في طلع؟ لا الظاهر انقطع النت ماله. الجاكوار زينة، كتلقيم بعد زين، تلقم فيها. ستة ستة أنا الحين عندي فلوس الجاكوار، لكن ما أدري يعني اخذ الجاكوار هي اس ار. لا اتش سي، اتش سي يصير يصير. شنو بعد؟ ها، بالبركة بالبركة. اي والله ما بغيت.
مش معقول لحظة يا مرة شي طلع تلك شوف اللي قلت لك سيارة زين ايش رأيك فيها هي من اتسي من الاتش سي اللي هي جاكور سي اللي هي سي اكس 75 كونسبت زرقاء يعني تصلح كل المودات اوف سكبر بس حتى الار سي بعد يمكن يستوي جيد الصراحة يعني ما نشتري سيارة لا لا اله الا الله عشنا اخي لامبورغيني ولا تبي الدي اف الافنتادور تصدق يبينا ناخذ الافنتادور شفت هذا اي سيارة افنتادور شوف يا الافنتادور يا عن اي هوركن حتى اللي قبلها بعد دي اف انا شوف انا افكر من ساعة على افكر من ساعة اخذ ذي وين هي هلا اشوفها هذه اس ار ايش رايك فيها يسمونها مورسيلاغو هذه قبل الأخيرة لامبورغيني الحمراء 2006 فما أدري إيش رأيك فيه يعني وين هذي اي ليش يحطون لي هاي ال 2013 جالارادو عمر الجالاردو مش اسمه
هاي ليش محاطين لك لا سبيد ولا باور؟ زين تبي الافنتادور دي اف. شوفها سرعة 159، يعني تقدر تلقمها ل لقيت لك اسرع سيارة مع اقوى حصان، بس اول شي لازم شنو نفتح الاتش سي. اذا فتحنا الاتش سي الحمل او اي اور، بس الاتش سي عادي اذا فتحته متى نقدر نفتحه عادي؟ ايه لازم ستار ليفل. شوف اذا وصلنا ستار ليفل ترى ايش نسوي؟ نوصل ستار الهايبر كار. ترى هاي الهايبر كار هاي في سيارة شفتها اللي بو شوفها اسرع سيارة واسرع حصان بعد. هاي غطت على اللي قلت لك عنه من شركة سمونا جت اللامبورغيني على اليسار. شنو ما في كي تي ام؟ بالبرتغالي كي تي ام. لامبورغيني شعاره يم على اليسار في شيء اسمه كي تي ام. مو لم يم الكي تي ام شنو هاي كيون لجي سيجما رشي اللي يم الكي تي ام شو اسمه ذي كيون لجي سيج ماشي. طق عليه اول واحد شوف كم سرعته كم الباور مال الهورس. اي نعم انا باخذ الاولى اذا جمعت يعني وقلي لي شوي يعني 741 عندي خلني يجمع ومنها بعد نلفل. ان شاء الله من اذا لفلنا ذي هاتونا بعد. يلا نراكم على خير ان شاء الله.